مريت في ابتلاء قبل سنوات، والابتلاء هذا عزلني عن المجتمع كامل قبل 9 سنوات أو أكثر. صبرت واحتسبت، والحمد لله أني قدرت أتمسك بالقرآن، وإلى أن وصلت إلى مرحلة أني مرحلة البعض قال أنه مجنون، وصرت تسمعها تجرح، والبعض الآخر يقول هذا شخص راح خلاص انتهى، يمكن مات أصلا ولا نعرف وين ولا ولا ولا. ضمن هالعزلة هذه كنت أحاول أني أحتسب وأصبر، وكان في 2 الله يجزاكم يجزاهم خير، أبو عبد الله وأبو عبد الغفار. الله يرحم أبو عبد الغفار ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين ويحفظكم ويحفظ أبو عبد الله. فكانوا دائما يحاولون يوصلوا لي بأي شكل حتى فقط يطمنون علي أني أموري طيبة وإلى آخره، بل حتى ممكن يجيب أحد يقرأ علي أو يقرأ عليه. مرت الأيام 1 أو 2 شهر، فنهاية الاختبار كان في رؤية، الرؤية هذه مؤشرها أنه أنت يا غانم كنت تركض باتجاه الجامع وتروح وتجي باتجاه الجامع، ثم طحت عند الجامع، ثم تقطع الثوب اللي أنت كنت لابسه بشكل عمودي، ثم كان فيه أحد خوال الولد خلف اسمه سعد، فشافك سعد قال ايش فيه غانم، فكان تفسير الرؤية سبحان الله أنه لجوءك إلى الله ولجوءك إلى القرآن والفترة اللي أنت قضيتها هي سبحان الله مؤشرات وبشائر الخير. فلما طلعت تذكرت كل اللي صار فيني، تذكرت أيضا وهي في البال أنه الله سبحانه وتعالى يقول لك سامح، الرسول عليه السلام يقول لك سامح. فكانت قصيدة، هذه القصيدة هي أول شيء أكتبه بعد هذه الحادثة الطويلة. فأقول آهات صدري لحن، آهات صدري لحن والقلب مرجوحة، كل ما تروح وتجي تطرب لها حزان رغم الألم، مبتسم والروح مجروحة، صفن ضلوعي درع بوجوه، عدواني شيفيد باش الحزن آهاته، نوحة كم من ضحايا الحزن ملتاع، ويعاني للعين بعد النظر والليل، له بوحة أكوي جروحي كوي واهيم، بلحاني وارمي عيون الحسود بملح، واشوحه سواد قلبه عماه، وجهه الثاني الحقد عشعش بصدره، وامتلك روحه مطروخ شره على القاصي وعلى الداني، أوصيك يا صاحبي ببيات مملوحة فيهن معاني وعبر لفلان وفلاني، يا صاح بعض القلوب بقار ممسوحة حقد النفوس المريضة الذاك والذاني، احذر نياب الثعالب ما بهم زوحة، مكر وخيانة وغدر في كل الأحيان، خلك غميج وبحر في طعمه ملوحة، مهما لفاه الردي بيرد عطشاني، الحر بعل الجبال مشيد صروحة، طبعه عزيز النفس ومبات جوعاني، مرفوع راس بسماه يساب قطموحة، يطيح واقف وهو مكسور جنحاني، يا عزوتي يا هل عيوني لكم دوحة، وانا الغريب ومحاجركم هي وطاني، بعيون قلبي لكم بيبان مفتوحة، تربعوا يا هلي واهلا بخلاني، وارفع جبيني بكم واكتب على لوحة، مهما يجور الدهر ماني بوحداني، وان مال بي الدهر ماني بوحداني، وسلامتكم.